قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، بين الناس في الدماء، وهذا يدلنا على أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأما المحاسبة أول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة، هذا أول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة. وأما أول قضاء بين الخلق فيكون في الدماء، وهذا يدلنا على خطورة قتل الأنفس المعصومة، نسأل الله العافية والسلامة.